في 7 مساء على شاشة النيل للأخبار. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار اليوم. في ختام زيارة نادرة ومهمة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبكين، تهدف إلى الحيلولة دون تحول الخلافات العديدة بين القوتين المتنافستين إلى صراع. أكد بلينكن في مؤتمر صحفي بختام زيارته للصين أن بلاده تدير علاقة معقدة مع الصين عبر طرق الدبلوماسية، لافتا إلى أنه دعا وزير الخارجية الصيني لزيارة واشنطن لاستكمال المناقشات. حول زيارة بلينكن للصين وأهميتها في تهدئة التوتر الأمريكي الصيني تدور حلقتنا من حوار اليوم، ويسعدنا أن تكون معنا الدكتورة سارة كيرا مدير المركز الأوروبي الإفريقي والمتخصصة في العلاقات الدولية. برحب بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. أسأذنك نبدأ بهذا التقرير ثم الحوار. على الرغم من الخلافات العميقة التي لا تزال قائمة بين الصين والولايات المتحدة، أسفرت زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى الصين عن إحراز تقدم على عدة جبهات، حيث أبدى الجانبان رغبة في تقليل التوترات. رغم أن الولايات المتحدة كانت قد استقبلت وصول بلينكن إلى بكين بأنها لا تتوقع حدوث انفراج في العلاقات، إلا أن اجتماعات بلينكن مع المسؤولين في الصين وعلى رأسها لقائه مع الرئيس الصيني قد أفضت إلى الوصول إلى عدة اتفاقات، ومنها التنفيذ المشترك للتفاهمات المشتركة التي توصل إليها قائدة البلدين في بالي في نوفمبر الماضي، والتي تنص على إدارة الخلافات بشكل فعال ودفع الحوار والتبادلات والتعاون، كما شملت تلك التفاهمات ضمان ألا تنحرف المنافسة بين البلدين إلى نزاع. كما تم الاتفاق على الحفاظ على قنوات الاتصال على مستويات عالية، إذ وجه بلينكن الدعوة إلى نظيره الصيني تشينغانغ لزيارة الولايات المتحدة، بينما قال غانغ إنه مستعد لزيارة واشنطن حينما يكون الوقت مناسبا للطرفين. كما تم الاتفاق على مواصلة المشاورات وفق المبادئ التوجيهية للصين والولايات المتحدة ومن خلال مجموعة العمل المشتركة، بالإضافة إلى تسهيل المزيد من التبادلات بين شعبي البلدين والتبادلات التعليمية وتوسيع الرحلات الجوية بين البلدين. زيارة بلينكن إلى الصين هي الأولى التي يقوم بها دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى إلى الصين منذ ما يقرب من 5 سنوات. الهدف الرئيسي منها تحقيق الاستقرار في العلاقات بين البلدين بعد أن سادها التوتر إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، حيث تأتي الزيارة في وقت شهدت العلاقات الصينية الأمريكية توترات كبيرة إثر حرب تجارية غير معلنة بين البلدين، مع تجديد أمريكي لمنع وصول الصين للتكنولوجيا تخص الرقائق الإلكترونية، وصراع على بسط النفوذ في منطقة المحيط الهادئ وإفريقيا فضلا عن جزيرة تايوان. وكان من المفترض أن تجرى هذه الزيارة في فبراير الماضي، إلا أن الولايات المتحدة ألغتها بعد أزمة اختراق منطاد صيني للأجواء الأمريكية. مرة أخرى أرحب بالضيفة الكريمة دكتورة سارة كيرا مدير المركز الأوروبي الإفريقي والمتخصصة في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وندخل في الموضوع، زيارة بلينكن للصين أهدافها إيه؟ وعلى ماذا تدل في هذا الوقت ويعني وسط الحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا؟
ماشي يا فندم. هو هبتدي بالتوقيت. التوقيت مهم جدا، لان في التصريحات زياره انتوني بلينكن جايه بعد مقابله بايدن بتشي بينج رئيس الصين في الجي 20 نوفمبر اللي فات. تمام. اتفقوا ان هيتبادلوا زيارات على هذا المستوى، دي اول زياره منذ 2018. تمام. ليه 2018؟ لان هي كانت بدايه زيادة التوترات الصينية الأمريكية وتأجج الحرب التجارية. فمن 2018 في حالة جمود. طبعا خلال فترة ترامب، تعالى جدا وتصادم مع الصين تصادم عالي جدا، لأن هو رجل بيزنس ورجل اقتصاد، فكان بيحاول يحجم الصين اقتصاديا. الصين ابتدت تبقى المركز الثاني اقتصاديا في 2010، صعدت خدت مكان اليابان وبقت المركز الثاني اقتصاديا. ده عمل قلق لأمريكا وابتدت تتجه ناحية الصين. يعني أنا ببتدي الموضوع من أول عشان أقول لحضرتك ليه التوقيت ده مهم. إما ابتدوا يبقوا يصعدوا اقتصاديا، ده بقى فيه قلق لأمريكا في إن في قوة صاعدة اقتصاديا وهتبقى صاعدة كمان عسكريا. ودلوقتي الصين بتسعى إن هي تعدي أمريكا في حتة إن هي الاقتصاد رقم واحد في العالم في 2027. فابتدت أمريكا تعمل حاجة اسمها محور خلال فترة أوباما، أوباما بيفوت، آسيا بيفوت، اللي هو محور آسيا. حتى عملوا ساعتها حاجة اسمها الفراغ في الميدل إيست، في الشرق الأوسط، زي أمريكا شالت إيديها من كل مناطق وتفرغت للصين. ولكن الصين طبعا تنين صاعد وعرفت تجد مركزها كقوة عظمى في العالم. ابتدت التوترات في الحرب التجارية، ابتدت حرب عملات ثم حرب تجارية، ثم الصين لقت طريقها إن هي تقضي على النفوذ الأمريكي في العالم بالاقتصاد أولا. فابتدت أمريكا تتجه نظرتها إليها وتحاول تحجمها. فضلنا كده الحرب التجارية، وترامب فرض التعريفات الجمركية زيادة وعلها من 10% ل27% على المنتجات الصينية، وفرض جمارك عالية جدا عشان يحمي الصناعات الأمريكية من الغزو الصيني وتقدمها الاقتصادي. كل دي محاولات ايه؟ تحجيم وتحزيم للصين. دخلنا في الحرب الروسية الأوكرانية، وبدأت تظهر روسيا كقوة عظمى أخرى في تكتل مع الصين، وروسيا تظهر كالذراع العسكري أو الذراع العسكري لهذا التكتل، والصين الذراع الاقتصادي. النهاردة أمريكا التوقيت ده مهم، لأن احنا عندنا انتخابات رئاسية السنة الجاية في أمريكا، وترامب بيلعب جدا في الحملات الانتخابية بقصة إيران والصين دايما في العلاقات الخارجية في برنامجه الانتخابي. النهاردة بايدن بيحاول ينجح في هذا التوقيت قبل الانتخابات الرئاسية وقبل ما يبتدوا الالكشنز رالي أو الحملات الانتخابية بتاعتهم، في محاولة تقليص الصراع الروسي الأوكراني أو الروسي الأمريكي، يعني عشان نكون صراحة. فبيحاول يلتفت حول الصين. ليه؟ لأن الصين في الحرب الروسية الأوكرانية هي مواقفها، هي تدعي أن هي حيادية نيوترال، واخدة موقف حيادي، ولكن في المواقف في سواء في أروقة الأمم المتحدة أو في التصريحات باين أنها واخدة الجانب الروسي. النهاردة أمريكا لو عايزة تخلص الحرب الروسية الأمريكية بسبب الروسية الأوكرانية يعني، أو الغزو الروسي الأوكراني، وتنهي صراعها مع روسيا، فده ليه أسباب كتير. التضخم في أمريكا، نعم هم استطاعوا يعني يقلصوه شوية، بس في تضخم عالي في أمريكا، وفي تضخم عالي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وعايزين يخلصوه عشان الانتخابات، وعايزين يخلصوه عشان أسباب كتير جدا. فالصين قدمت اقتراحات عشان توقف الحرب الروسية الأوكرانية. راح أنتوني بلينكين يتفاهم في عدة ملفات، طبعا حضرتك هتتناولها معي، بس أولهم
ان هم يخلصوا الازمه دي. بيستغل موقف الصين اللي بيدعوا ان هو حيادي. طيب هنا السؤال يا دكتوره، هل زياره بلينكن للصين هي بالفعل محاوله جاده لاذابه الجليد بين بكين وواشنطن، ولا هي مناوره سياسيه امريكيه بتحاول بيها امريكا انها تلاعب الصين، انها تبعدها شويه عن روسيا علشان ما تفتحش على نفسها اكتر من جبهه؟ لا، هي محاوله لتقليص تصعيد التوترات، وما فيش قدامهم غير كده دلوقتي. لان المفاوضات مع الجانب الروسي ما فيش فيها امل لغايه دلوقتي، كل المبادرات بالمفاوضات مع الجانب الروسي، والولايات المتحده شايفه ان روسيا مستوحشه جدا ورافضه جدا حتى تنزل من اي بنود في المفاوضات او الاتفاقات. فكانت الصين قدمت مبادره اسمها مبادره النقاط الاثنى عشر، 12 نقطه حطوها لتخليص او الخروج من ازمه روسيا اوكرانيا. تمام. فراحوا يتناقش فيها، يعني من ضمن اجنده اعمال انتوني بلينكن كانت المناقشه على الموضوع ده. طيب الولايات المتحده قبل الزياره اعلنت ان هناك امل ضئيله في حدوث انفراجه في العلاقات الامريكيه الصينيه. هل التوقع بتاع الصين ده او امريكا تحقق بعد الزياره، ام ان الزياره مجرد بادره ومؤشر على بداية انفراجة ربما تحدث في المستقبل؟ هي بادرة زي ما حضرتك أشرت. هو التصريحات اللي طلعت من الجانبين بالظبط كده. أولا تصريحات شي بينج رئيس الصين ذكية جدا، دايما بيرمز يقول القوتين، القوتين اتفقوا، القوتين، يعني هو خلاص بيبرز الصين كقوة عظمى. أي. وزي ما قلت لحضرتك هما بيسعوا ان يوقفوا صعود التوترات عن كده. انا مش عايز اعادي الصين اكتر من كده. هو ده السبب الرئيسي للزيارة. خلينا نتفق في اللي احنا متفقين فيه 100%. هو كانت المحادثات على طاولة المحادثات اللي حصلت، وقعدوا 5 ساعات في اجتماع واحد انتوني بلينكن ووزير الخارجية الصيني، قعدوا بس 5 ساعات في هذه المبادرة. زي ما كنت بقول لحضرتك ان الزيارة مهمة جدا، واول زيارة منذ 2018 على هذا المستوى. والصين بتطلع تصريحات قوية جدا، وامريكا رايحة بتقول لها بالظبط كده، خلينا نتفق في اللي احنا متفقين فيه 100%، وخلينا متفقين على اللي احنا مختلفين فيه برضو، بس نحترم حدود بعض. النهارده الزياره دي كان مطلوب، اقول لحضرتك كان مطلوب فيها ايه؟ اتفضلي اتفضلي. اوكي يا هي ابتدت انه قابل وزير الخارجيه الصيني كين جانج، وفتحوا الملفات. طبعا ملفات فيها تايوان، حرب روسيا امريكا، حرب روسيا اوكرانيا، الحرب التجاريه، وتبادل المعلومات العسكرية أو ما يسمى بالاتصال العسكري. يبقى في خط ساخن بين بكين وواشنطن، خاصة من ساعة المنطاد التجسسي. نعم نعم. الصين رفضت ذلك. وقالت إيه؟ علقت بإيه؟ إن هي ترفض الاتصال العسكري. وهنا على فكرة إذا كان في دلالة فيبقى في دلالة على تفوق الصين عسكريا واعتراف أمريكي بذلك. لأن الصين رفضت ما يسمى بالاتصال العسكري. والرد اللي ردوه قالوا عشان انتوا بتفرضوا عقوبات أحادية، اي خارج أروقة الأمم المتحدة. هم بيعتبروا نفسهم شرط العالم، ومن حق ان انا افرض على من اشاء عقوبات، من حق ان اقوم بحملات عسكرية على من اشاء، من حق ان انا امول اوكرانيا بالسلاح الغربي علشان أسبب الهزيمة والمشاكل لروسيا. هنا السؤال يا دكتورة، لماذا تتعقل أو تبدي تعقلا واشنطن تجاه بكين، بينما لا تحاول بالمرة أن تبدي تعقلا تجاه روسيا في حربها مع أوكرانيا، وأنه لابد من كسر روسيا بأي شكل من الأشكال؟ هقول لحضرتك. الصين انتهاجها للموقف او ادعائها بان موقفها حيادي تجاه الصراعات، هي الصين مسلمة على فكرة، يعني حتى الصين تعتمد كثيرا على
القوة الناعمة حتى سياستها فرض نفوذها في أفريقيا ماشية بطريقة أكثر تعقلا. الحكمة الصينية معروف إن هما مش ناس انفعاليين ونيرفازين، لا هما بيدرسوا أي حاجة كويس أوي ومركزين في الاقتصاد. هو حضرتك تفوق أي دولة عايزة تبقى قوة عظمى إنها تتفوق اقتصاديا وعسكريا. صحيح صح. فالنهاردة إذا كان أمريكا اللي بتطلب من الصين الاتصال العسكري فده دلالة على إنها أصبحت أقوى. أنا عايز أتقي شرك. أصبحت أقوى. صح. حضرتك في منطاد تجسسي ما كانوش عارفين مصدره عدى سماء أمريكا كلها اللي هي مساحة شاسعة جدا. صح. على في الكرة الأرضية يعني وما قدروش. فإن أنا النهاردة أروح أطلب اتصال عسكري وتفعيل مبادرات ده اعتراف أمريكي إن الصين أصبحت قوة عظمى. نعم نعم. اتفضل فندم. طيب القناة الإخبارية الصينية أكدت أن الزيارة حققت تقدم وأنه تم الاتفاق على العديد من القضايا والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس الأمريكي والصيني في بالي. حضرتك تقول إيه؟ الملفات عدة طبعا. فضل. الصين مش هتفتح ملف تايوان. وكان في حركة استفزازية لما بعتوا بيلوتشي لتايوان ودلالات أمريكية في أن تايوان تحت مظلة الحماية الأمريكية و من ضمن المناقشات حتة حضرتك أن ليه في تقارب مع الصين ولا مع روسيا. أولا في تاريخ كبير جدا للحروب الباردة ما بين أمريكا وروسيا وعداء من أيام الاتحاد السوفيتي بالضبط. حتى في تصريحات الرئيس الصيني رفض فايبس الحرب الباردة القائمة دلوقتي ما بين روسيا مع انها مش بارده خالص يعني. ده بيدعم بأسلحة وده عامل غزو يعني. دي امريكا والغرب حاطط تقل كله وراء اوكرانيا. حرب صريحة. التقارب مع الصين اولا لان ما فيش هذا التاريخ من العداوات الصريحة والمراحل الثلاث من الحروب الباردة ولكن هناك العديد من الاختلافات الصينية الامريكية طبعا. فامريكا بتشوف مين اللي تقدر تتعامل معاه، وامريكا شايفة بقيادتها للناتو برضو شايفة ان روسيا متوحشة. ففي تاريخ وفي دلوقتي تصرفات روسية وممارسات روسية بس الراجل مش سامحة خالص يعني بأي مفاوضة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل مشكلته قال انا عايز أأمن حدودي، ادوني ضمانات ونفض المشكلة. هم لا مش هنديك حاجة بالظبط خالص. هو عنده حق. حتى في المحادثات الصينية الأمريكية امبارح، اولا الصين طلبت الغرب برفع العقوبات على روسيا وقالت لهم اضمن لكم ان توقف الحرب، ولكن امريكا فرضت ان في لو في محادثات سلام بمبادره صينيه ان روسيا ما تاخدش شبر من اوكرانيا. طبعا الرئيس الصيني قعد مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا قبل ما يقعد مع امريكا. صحيح. والمبادرة النقاط الاثنى عشر دي طبعا محطوطة مع روسيا. نعم نعم. فالنهاردة مع ان ده الحل الاسلم بس امريكا رفض تقسيم اوكرانيا ورفض ان العداء والغزو الروسي لاوكرانيا يطلع بنتيجة ان روسيا تتحصل على بعض من الاراضي الاوكرانية. ليه بقى؟ عشان الصين ما تعملش نفس الكلام مع تايوان اللي هي تتحدث الروسيه وتنتمي الى روسيا، اللي هي اعلنت روسيا تقريبا ضمها في اربع اقاليم خلاص. نعم. عملوا استفتاءات وانضموا لروسيا. طيب ما في اراده شعوب هنا لا يعترفوا بيها اراده الشعوب وتقرير المصير دي للشعوب. هم بيعترفوا بمزاجهم ما هي دي ازدواجيه المعايير يا فندم. طب ما هو حضرتك بتاخد بالك من تصريحات لافروف وزير خارجية، ده بيلقن الغرب دروسا وذكر لهم العراق وليبيا وذكر لهم الممارسات الأمريكية. روسيا بتقول كلام في الصميم وشديد يعني وزير سيرجي لافروف أو حتى ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية حقيقي. هم روسيا محضرة للحرب دي كويس جدا. هو بس الغرب عنده غرور في إنه يعترف إن البساط ينسحب من تحت رجلهم. طبعا اولا الاوروبيين نفسهم عارفين ان روسيا لها الحق. ما تستفزش روسيا على حدودها.
وتسعى انك تضم اوكرانيا اللي هي بحدود مباشره على روسيا مع روسيا، كانت جزء اصيل من الاتحاد السوفيتي اصلا. الامبراطوريه الروسيه القديمه كانت عاصمتها كييف. نعم. فروسيا نظرتها لا انت مش هتيجي على حدودي، ده انا اللي هخش حدودك. دلوقتي امريكا بقى رافضه ان روسيا تقتسم اي جزء من اوكرانيا. ومع ان التاريخ بيعيد نفسه ورجعنا تاني لثنائي القطبين، او هنرجع بقى لشكل التكتلات، هو هيبقى في عالم متعدد الاقطاب كما يقال، يعني مش قطب واحد او قطبين، يعني بالظبط عندك امريكا روسيا الصين بيجهزوا اوريدي. يعني كتله البريكس دي في يوم من الايام هيبقى ليها ذراع عسكري، يعني ده اكيد. وقوه طبعا الناتو القديمه ونتائج الحرب العالميه الثانيه بقيادة الولايات المتحدة. فالنهاردة في رفض روسي صيني لأحادية القطب بتاعت أمريكا، وبيحددوها وبيحجموها وبيحزموها وبيقولوا لها التزمي حدودك. فأوروبا نفسها عارفة أن روسيا لها الحق، فهم النهاردة بيحاولوا يطلعوا بأقل الخسائر. بيقولوا المبادرة الصينية أوكي إحنا موافقين عليها، مع أن لم يعتروها أي اهتمام قبل كده الأمريكان. لكن لما لقوا كل البيبان مصدودة مع روسيا وروسيا مستوحشة في حقها في أنها، فالنهاردة بيتكلموا في وقف إطلاق نار مع احتفاظ بوحدة أراضي الأوكرانية. روسيا مش هترضى بده، لأنها عارفة أن هيكون في استفزازات تاني ومحاولات لضم أوكرانيا مرة أخرى للناتو. للناتو خصوصا ان ده الطلب بتاع زيلينسكي، يعني انا عايز ادخل الناتو، انا عايز ادخل الناتو. زيلينسكي صعد للحكم باختيار اوروبي وبدعم اوروبي، لكن الحكومه اللي قبله كانت تحت مواليه لروسيا، مواليه لروسيا، النفوذ الروسي، وما قدروش يعملوا كل ده غير لما صعد زيلينسكي ده للحكم ودمروا اوكرانيا. فالدول الضعيفة التي تقع في بفرنج زون أو في أماكن كده جيوستراتيجية مهمة جدا بتكون ضحايا فيها طبعا الشعب. وروسيا كمان حرصت على أنها تدافع عن وجودها الاستراتيجي على حدودها وعمقها الاستراتيجي بشكل ذكي جدا. ما كسبتش عداوة الشعب الأوكراني، لم تعتدي على الشعب الأوكراني بالشكل اللي كانت بتحاول تروج ليه أمريكا في البداية ببروباجندا الحروب. وماذا فعلت أمريكا في فيتنام وأفغانستان والعراق؟ أكتر من قتلت الملايين يعني، وكانت تلقي قنابل النابال مع الفيتناميين وتحرقهم هم أحياء يعني. واليابانيين يعني معروف أن أمريكا دولة إنسانية وضربت قنابل ذرية في هيروشيما وناجازاكي، ده كفايه سجن غوانتانامو وابو غريب، ده منتهى الانسانيه يعني. جدا. طيب تصريحات بلينكن في المؤتمر الصحفي اللي عقده بعد الزياره، قال والله احنا مش عايزين نحتوي الصين اقتصاديا ولا حاجه، ده احنا بالعكس عايزين نتعاون اقتصاديا، وان التعاون الاقتصادي ده مفيد للجميع. ايه التصريح الناعم اللطيف ده؟ ده تاني دلالة على احتياج الولايات المتحدة لاحتواء الصين. لأن لو نفتكر كده أيام ترامب لما طلع كان مايك سبنسر كان وزير الدفاع ساعتها، طلع مايك بنس كان نائب الرئيس أو نائب الرئيس، نائب الرئيس. اللي حصل أن طلعوا قالوا إحنا لا نسعى للتعاون مع الصين الآن، والعلاقة هتبقى تنافسية لا تعاونية. لما النهاردة تحت إدارة بايدن وزير خارجيته يروح يقول إحنا مش علاقة تنافسية إحنا علاقة تعاونية، يبقى دي خطوة لورا. يا عم ده أنت حبيبي، أنت زعلان مني ليه يعني؟ بالظبط. النهاردة دي خطوة لورا. النهاردة ده دليل على أن أمريكا بكل أمريكا طبعا بقى بمخابراتها بكل عارفين دبت إمكانياتها يعني. لما يطلع تصريح زي ده من وزير الخارجية الأمريكي يبقى المعطيات والحقائق اللي قدام متخذ القرار الأمريكي دلوقتي بتقول لازم نخضع للصين أو لازم نحتوي الصين. صحيح يا دكتور. طب أسعد حضرتك معنا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد بعد التحية، وباعتبارك أستاذ للعلاقات الدولية، كيف تقرأ زيارة بلينكن للصين؟ اهلا بيك يا استاذ عمرو، اهلا بضيفتك الكريمه. طبعا دعني اؤكد لك انها زياره تاتي في سياق ما يشهد العالم من تغيرات بشكل كبير جدا على الساحه الدوليه، واللي اسفر بشكل واضح بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه عن ظهور الصين بشكل قوي
ودور متصاعد في الكثير من القضايا، وبالتالي أرى أن هذه الزيارة تأتي لترطيب وتلطيف الأجواء والعمل على إيجاد أرضية خصبة مشتركة بين الطرفين، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الصين باعتبارها حليف استراتيجي قوي لروسيا، وبالتالي تسعى بكل قوة إلى أن يكون هناك همزة وصل بينها وبين الصين، وعدم ترك الملعب الصيني إلى روسيا فقط، خاصة أنه بعد الأحداث الأخيرة وخاصة بعد أزمة المنطاد وتأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي من يناير الماضي، أظهر بقوة أنه لابد من عودة الأمور إلى طبيعتها، على اعتبار أنه لا يمكن الولايات المتحدة بأي حال أن تستغنى عن القوة الاقتصادية الغشمة للصين والتبادل التجاري القوي، باعتبار أن الصين من أكثر الدول التي لديها تبادل تجاري سواء مع الاتحاد الأوروبي وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية. طب دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، يعني واضح كده أن بلينكن هو رسول طبعا جو بايدن رئيس الولايات المتحدة للصين، ويحاول أن هو يعني يلطف الأجواء، هل هو يعني من خلال هذه الزيارة يحاول منع فتح جبهة جديدة أو أن تقوم الصين بمساندة روسيا في حربها ضد أوكرانيا؟ سؤال مهم جدا يا أستاذ عمرو. بالفعل كما أشرت حضرتك أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستميل الصين أو حتى تجعلها على الحياد وألا تميل كل الميل إلى الجانب الروسي، ولكن في كل الأحوال العلاقات الاستراتيجية والمصلحة المشتركة للصين وروسيا هي العامل المشترك الذي يجعل الصين دائما تميل إلى روسيا، باعتبار أن هناك رغبة دولية حقيقية وبالأخص من الدول الكبرى لتغيير النظام العالمي من عالم القطب الواحد إلى عالم الثلاثية القطبية، وظهور الصين بشكل كبير في كل القضايا الدولية والإقليمية. كنا نتحدث دائما وأبدا عن أن الصين هي قوة اقتصادية فقط، ولكن الآن الصين أصبح لديها ذراع سياسي قوي يمتد إلى كل الدول في العالم. لك أن تتخيل أن حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الأفريقية يصل ل 254 مليار دولار، على العكس تماما نرى أن التبادل التجاري بين أمريكا وأفريقيا يصل ل 64 مليار دولار فقط. وأيضا هناك علاقات قوية بدأت يتم بشراكات حقيقية وظهور قوي للصين في بشكل لافت في الفترة الأخيرة، وهذا ظهر أولا من التقارب السعودي الإيراني الذي تم برعاية صينية، وأيضا يعني كان في زيارة قريبة للرئيس محمود عباس إلى الصين فيما يخص القضية الفلسطينية، والسعي بكل قوة إلى إيجاد حل شامل وعادل للدولة الفلسطينية، على اعتبار أن الصين من أوائل الدول الغير عربية التي اعترفت بدولة فلسطين في عام 1988، وبالتالي أصبح هناك انغماس سياسي حقيقي في كل القضايا سواء في الشرق الأوسط أو حتى في أوروبا أو في آسيا، وبالتالي هناك خلافات أيضا حقيقية بين الولايات المتحدة والصين فيما يخص القضية الشائقة وهي قضية تايوان، وأن الصين تقول أنها الصين واحدة وتايوان جزء لا يتجزأ من القضية، ونرى أن هناك زيارات مختلفة ولقاءات على يعني تم لقاء في كاليفورنيا بين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي ورئيس تايوان، وهذا أغضب الجانب الصيني. على ذكر تايوان يا دكتور، يعني كانت أمريكا تقوم بمحاولات استفزاز للصين فيما يتعلق بتايوان، وكلنا فاكرين زيارة نانسي بيلوسي لتايوان ومحاولة استفزاز الصين في هذه القضية الشائكة، أيضا لما رئيسة تايوان زارت أمريكا واستقبلت في الكونغرس، يعني كان هذا من عوامل الاستفزاز الكبيرة للصين. هل بلينكن ربما قدم ضمانات للصين فيما يتعلق بتايوان، ولا يعني ربما المباحثات لم تتطرق إلى هذا الأمر إطلاقا؟ في ظني وتقديري أن المباحثات لم تتطرق إلى هذا الأمر، على اعتبار
أن الصين يعني متمسكة بمبدأها كما أشرت لحضرتك من أن تايوان جزء لا يتجزأ من الدولة الصينية، على العكس تماما، وكل تصرفات المسؤولين الأمريكيين تشير إلى دعم خفي إلى تايوان للانفصال عن الصين، وهذه القضية ستسبب يعني توترات كبيرة جدا في شرق آسيا، ستؤثر بشكل كبير جدا على العلاقات الصينية الأمريكية، سيكون لها تداعيات كارثية في الفترة القادمة. وشاهدنا أن كان في مناورات قامت بها الصين يعني لمدة 3 أيام وبشكل متتالي، وضغطت بشكل قوي على تايوان نتيجة الاستقبال ديفيد ماكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي لرئيس تايوان، وده ظهر بشكل كبير جدا من أن هناك خلافات جوهرية حقيقية بين الطرفين في التعامل مع قضية تايوان باعتبارها هي مصيرية في تحديد العلاقات وشكل هذه العلاقات في الفترة القادمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا عبر الهاتف. برجع لحضرتك دكتورة سارة كيرا، هو في مخاوف أمريكية من الشركات الصينية وممارساتها، لأن بلينكن في تصريحاته أشار إلى ممارسات الشركات الصينية، إيه طبيعة المشكلة دي؟ بص يا فندم، المواضيع مربطة ببعض جدا. تايوان في مخاوف، يعني الموضوع متعلق هنا بتايوان. اتفضل. في مخاوف أمريكية زي ما دكتور حامد قال إن الصين تسعى لضم تايوان زي ما روسيا بالقوة العسكرية زي ما روسيا دخلت ضمت بعض أراضي أوكرانيا. النهاردة تايوان بتتميز بحاجة اسمها صناعة الرقائق الإلكترونية اللي هي بتخش في صناعة الموبايلات الكمبيوترات في كل حاجة. تايوان هي رقم واحد في صناعة الرقائق الإلكترونية. لو تايوان اتضربت العالم كله تكنولوجيته ممكن تختفي. فبدأت الصين تعمل مصانع رقائق إلكترونية علشان تبتدي يبقى في بديل والدنيا متأمنة أمريكا بقى يفوتها ده أو تسكت؟ لا طبعا، فرضت العقوبات على شركات صناعة الرقائق الإلكترونية الصينية ومنعتها من التوغل في السوق العالمية. حاجة تانية، فرض عقوبات على شركة كان لها باع كبير من الصراعات مع الحكومات الغربية، باع كبير، وفرضوا عليها عقوبات كبيرة جدا لأن الغرب مش موافق ان الصين هي اللي تطلع تكنولوجيا ال 5G وتنشرها في اوروبا والغرب، ولذلك فرضوا عليهم. ليه؟ هم شايفين كل ده تجسس. يعني هم كانوا بيحاربوا عندنا نظريات المؤامره، وانتوا بتصدقوا نظريات المؤامره بتاعتكم وكل الناس بتتامر عليكم وكل الناس يعني. وهم فعلا اللي دلوقتي بيتعاملون على نظريات المؤامره، لان هم لما جت الغرب عامه والولايات المتحده فرضوا تكنولوجيتهم على العالم، لم يتم التعامل مع التكنولوجيا الامريكيه بنفس الكلام. ولكن التكنولوجيا الصينيه النهارده الولايات المتحده بتجد فيها خطوره واسعه جدا. بتجد ان مجالها كله وامنها القومي هيكون مكشوف للصين. حته ان شركه اتصالات استاذنك فقط في عدم ذكر ماركات، لان ايه هيعتبروه اعلان واحنا لا بنعمل اعلانات. هي اوريدي شركه ليها صراعات كبيره مع الحكومات ومنتشره في كل انحاء العالم، اتفرض عليها عقوبات كانها دوله، يعني لان الشركات العابره للحدود او المالتي ناشونال بتبقى ليها كيانات في القانون الدولي، كيان اعتباري بتتعامل معامله كانها زيها زي الدوله يعني. ما علينا من الاسامي الشركات، ولكن هناك محاولة لصد حتى التقدم التكنولوجي الصيني وإنه يتفرد هناك. فالرقائق الإلكترونية وشركات الاتصالات تسبب مخاوف كبيرة جدا 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 للولايات المتحدة. هي شايفة إن مجال أمنها القومي لو الصين سيطرت تكنولوجيا في هذا المجال فمجال الأمريكي هيكون مفتوح خالص امام الصين. والصين فعلا تفوقت في ده وابتدت تتفوق، لكن هم مش سايبين الشركات الصينيه اللي تخصصت في صناعه الرقائق الالكترونيه انها تتخطى الشركات التايوانيه في السوق العالميه.
طيب بلينكن هل كان ضمن تصريحاته ما يحمل التهديد وإن لم يكن تهديدا صريحا؟ يعني قال مثلا يعني الشركات الأمريكية تريد البقاء في السوق الصينية وغير كده هيبقى أمر خطير، هل هذا تهديد مبطن؟ هو مش تهديد ولا حاجة، هو الشركات الأمريكية لازم تفضل في الصين، ولكن هم شايفين أنها لازم تفضل في الصين لأنها تجبر الصين تلتزم بالمعايير بتاعة التجارة الدولية. دي وجهة النظر الأمريكية، لأن في حرب العملات اللي ابتدت من بدري ما بينهم كانت كل شوية الصين تخفض من عملتها تخفض من عملتها، وده كان بيضايق واشنطن، ده كان بيضايق واشنطن، لأن أنا لما أخفض من عملتي تبقى منتجاتي أرخص في السوق العالمية عن المنتجات الأمريكية. والصين حضرتك عارف هي بتعمل منتجات متفاوتة الدرجات، ففعلا بقوا يعرفوا يطلعوا منتجات دلوقتي تتوافق مع معايير السوق الأوروبية والسوق. ترامب هو كان شايف أن الصين غازية السوق بتاعه وفين الصناعات الأمريكية، ومن هنا جت شعاره في الحملة الانتخابية أمريكا فيرست، إحنا الأول، وفرض عقوبات على الصين بسبب بحجة إنها لم تلتزم بمعايير التجارة الدولية. هي قصص محاولات لتحجيم أو لوي ذراع الصين إن هي كل ما يجولها من هنا تجيلهم من هنا تجيلهم من هنا يجولها من هنا. هي بتحاول إن ما تبقاش أمريكا فرض عليها وعلى إرادتها أي شيء، فبتحصن نفسها سواء بالشركات، لأن هي مدام الصين دخلت في صناعة الرقائق الإلكترونية أمريكا شايفاها دي يبقى هتضم تايوان، يبقى هتضم تايوان، لأن بتهدد أمريكا إن لو الصين دخلت تايوان. هو كلنا متوقعين أن الصين يعني ممكن تضم تايوان، ولكن في الوقت المناسب الذي تحدده حكمة التنين الصيني. بالضبط. يعني الصينيين ما عندهمش الحتة الانفعالية وما عندهمش الـ 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 الفرض السيطرة بالنفوذ العسكري. حتى في من ضمن التصريحات امبارح قال ان التوسع العسكري من خلال التكتلات زي ناتو مثلا او التكتلات العسكرية مرفوض بالنسبة للصين، وده في دعم الروسي على فكرة لغزوها الأوكراني. طب هو من ضمن الحاجات اللي اشار ليها بلينكن انه طالب الصين والرئيس الصيني بضرورة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. طبيعي. برأيك كيف يكون الرد الصيني، وممكن الصين تعمل كده مع روسيا يعني علشان محبة في واشنطن، ولا تفتكر المشهد ممكن يبقى ازاي؟ ما فيهاش محبة في واشنطن، هو دلوقتي انجاز الحرب الروسية الأوكرانية مطلب عالمي ومن الدول الفقيرة بالأخص انهاء الحرب تقصد انهاء الحرب الروسية الأوكرانية مطلب عالمي وهيشكل ضغط كبير، هو بالفعل شكل ضغط كبير، معدلات التضخم العالميه اللي احنا شايفينها دي والازمه الاقتصاديه وحاله الركود اللي احنا فيها دي بسبب الحرب وبسبب التفاعلات الامريكيه والممارسات الروسيه الامريكيه، وكل العالم بيتغير حاليا حتى شكله المالي والنظام الاقتصادي بيتغير. هي مش محبه في امريكا ولا اي حاجه، النهارده اصبح في ضروره حتى لا تستزاد الدول الفقيرة فقرا حتى كمان، فده هيشكل عبء على الدول المتقدمة واللي فيها صناعات كبرى زي أمريكا. فالنهاردة ده مطلب عالمي ولازم يتم، لكن الصين لو عملت كده هتبقى بشروطها. وفي المبادرة الصينية اوريدي طلعت وفي اتفاق روسي عليها، لكن هو بلينكن الغرب هو وأوكرانيا اللي رفضتها، مش هو بالضبط، لأنه بلينكن هو بلينكن راح يشيل شوية بنود من مبادرة السلام الصينية، يريد تجميلها على النسق الأمريكي، على النسق الأمريكي، لكن أمريكا مش في وضع أن هي تفرض شروطها. فرايحة أن هي تحاول تحتوي الصين عشان ما يبقاش في حرب عالمية ثالثة بجد. صحيح. طيب يعني هل هذه الزيارة هي إقرار أمريكي بأن الصين قطب عالمي وأنه لا يمكن تجاوز الصين في أي من الصراعات الدولية؟ طبعا. ولا يمكن احتواء الصين اقتصاديا كما اعترف بذلك بلينكن؟ طبعا. أمريكا تجد في الصين يعني مش هقول عدو، بس عدو يمكن التفاهم معه. يعني لو هم محطوطين دلوقتي في صراع، هم بيقولوا احنا عايزين الصراعات تستقر وما تزيدش التوترات. فده طبعا اعتراف صريح جدا
امريكي بان الصين اصبحت قوه عظمى. حتى في ضمن التصريحات تشي بينج استخدم مصطلح القوه العظمى تقريبا 3 مرات في جملتين. وبيقول القوتين، يعني خلاص انا وانتو والروس متساويه الان، روسيا وامريكا الروس متساويه. وامريكا الزياره دي بالاخص، وهيكون في زياره على فكره لوزير الخارجيه الصيني للولايات المتحده، وتم دعوته وواجبه يعني وافقوا ان هم يروحوا يزوروا الولايات المتحده. فدي بدايه انفراجه ومفاوضات لانهاء الحرب الروسيه الامريكيه وانهاء الازمه اللي بيواجهها العالم النهارده. ولكن هتبقى بشروط روسيه صينيه اعتقد، لان امريكا ليس لديها القوة مثل قبل في ان هي تقف لهم بشكل زي المعتاد. عموما هذه النبوءة من حضرتك يعني نتمنى ان تثبتها الايام، او هنشوف الايام هتثبتها ولا هتنفيها. انا حقيقي سعيد جدا بالحوار مع حضرتك ضيفتي الكريمة والعزيزة دكتورة سارة كيرة، مدير المركز الاوروبي الافريقي والمتخصصة في العلاقات الدولية. نورتينا وشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان. نلقاكم دائما على خير إن شاء الله، في أمان الله.